من ألهم الدعاء فقد أريد به الإجابة. يعني رب العالمين إذا ألهمك الدعاء يبي يستجيب لك. تكملة المقولة: فمتى أعطي العبد هذا المفتاح، مفتاح الدعاء، فإن الله يريد أن يفتح له. لذلك لازم تعود لسانك أن يدعو الله عز وجل ويلهج بالدعاء لله عز وجل، وادعي الأدعية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو بها. يعني يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ادعي أدعية القرآن: ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم استعملني ولا تستبدلني. اللهم فقهني في الدين. اللهم انفعني وارفعني بالقرآن. وغيرها من الأدعية اللي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو بها، واللي القرآن مليء فيها. قول بقلب منكسر وفي خشية لله عز وجل ومعترف بتقصيره بجناب الله عز وجل، قول: اللهم اجعل لي من كل ضيق مخرجة ومن كل هم فرجة، خد تلاشى همومك وارزقني من حيث لا أحتسب. بهاللهج بالدعاء وكثرته بتشوف إن شاء الله الفتح يبي لك من الله عز وجل.